السلام عليكم اخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في القناه ديالي ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنبغي نشكر كاع المتتبعات الجداد اللي دخلوا القناه ديالي وتابوناو فيها وكيتبعوني. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف، وكنبغي نشكر حتى المتتبعين القدام ديالي، شكرا لكم كاملين. الفيديو ديال اليوم هو عبارة عن برنامج للصيام هذا الشهر الفضيل رجب بالنسبة للناس اللي كيصوموا فيه. جبت لكم واحد البرنامج غذائي اللي بغى الوزن ديالو ما يزيدش، اولا متبع واحد الحمية غذائية وبغى يعني مع الصيام يزيد ينقص كتر وكتر. انا جبت لكم واحد الحمية سهلة وبسيطة بزاف ومشبعة في نفس الوقت، وهذه هي الفرصة باش انكم تعودوا راسكم انكم بالنسبه للناس كيديروا الصيام متقطع، هذه الفرصه باش تعودوا راسكم انكم تصوموا صيام متقطع لمده طويله وتاكلوا وجبه واحده اولا جوج وجبات. خليكم معايا. اول وجبه هي ديال الافطار، كما كتشوفوا معايا هنايا، هذه هي الوجبه ديال الافطار ديالنا. عندنا الشوفان، تقدروا تستبدلوه بالبلبوله ديال الشعير حتى هي مزيانه، تقدروا تطيبوه بطريقه عاديه بالحليب اولا بمطيشه على حسب نتوما شنو كيعجبكم. هنايا عندي جوج بيضات وشويه ديال المكسرات، تقدروا انكم تزيدوا التمر اولا تزيدوا حفنه ديال الزبيب مع كاس ديال الماء. هذا هو الافطار ديالنا لهاد الصيام. كما كتشوفوا يعني تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتوا من الحساء تشربوها. اول حاجه غادي تاخذوا يا اما الزبيب يا اما التمر مع كاس ديال الماء، وترتاحوا واحد 5 دقائق عاد تبداو الفطور ديالكم بالحساء زائد جوج بيضات وسبعه د الحبات من المكسرات، يا اما لوز يا اما كركاع يا اما كاوكاو اللي اسم ديالو الفول السوداني. يعني ثلاثه فهاد الحوايج، خذوا حاجه واحده خذوا منها سبعه ديال الحبات. هادشي اللي عندنا بالنسبه للافطار. كاين بعض الناس اللي ما غاديش تبغي تفطر بهاد الحوايج، ولكن تقد انها تستبدل هادشي كامل، دير مثلا خضر في الفران اولا مسلوقه مع كفته اولا سمك اولا دجاج او طون مع شويه ديال القطاني، ولكن هادشي كامل بدون خبز ومع سلطه اللي ما تنساوهاش حتى هي ضروريه، ولكن هادشي كامل بدون خبز وكتاخذوا غير وجبه واحده. داكشي علاش كنفضل انكم تاخذوا يعني وجبه بحال هكا، وكاين من بعد يعني غتاخذوا عاوتاني وجبه واحده اخرى، وكاين السحور. يعني الانسان اللي كيكون صائم يعني كيحس بالجوع تيقول لا ما يمكنش انا ناخذ غير هاد الحوايج ما غاديش نشبع. هي غير سبحان الله ملي كتاخذوا غير داك الكاس ديال الماء مع التمر صافي، يعني الشهيه كتسد. داكشي علاش جبت لكم هذا البرنامج، حاولوا انكم تتبعوا غادي تنقصوا الوزن ديالكم يعني اقل حاجه 3 كيلو او 4 كيلو في الاسبوع. بالنسبه للناس اللي كيصوموا الاجر ديروا هذا الريجيم، راه زوين بزاف بزاف. وغادي نتسنى ان شاء الله التعليق ديالكم تقولوا لي شحال نقصتوا، وان شاء الله من هنا قرب ان شاء الله رمضان غادي نحط لكم برنامج ديال رمضان حتى هو ان شاء الله. علاش لا، بالنسبه للناس اللي متبعين حميه غذائيه. غير واحد الحاجه خواتاتي بغيت نشير ليها في هذا الفيديو، انا ماشي اخصائيه غذائيه ولا شي حاجه، انا غير عندي تجربه والقناه ديالي هي متنوعه، يعني كنشارك معكم اي حاجه كنديرها. هذا برنامج اللي انا متبعاه، داكشي علاش قلت نشاركو معكم. بالنسبه للريجيمات عندي تجربه وكندير ريجيمات لحد الان، واي ريجيم درتو وشفتو يعني لقيت عليه نتيجه كنزلو لكم. كما قلت لكم قناتي انا متنوعه ماشي مختصه فقط للريجيم، ولكن متنوعه اي حاجه كنعرفها وكن يعني نعرف انها غادي تفيد الناس كننزل عليها فيديو. واخا يعني كل مره كنمشي للمجال، ولكن كما قلت لكم هذاك الشيء على حسب التجربه ديالي وعلى حسب العلم يعني اللي عارفه انا وداك الشيء اللي دزت منه كله، باش ماشي نمشي نقرا اي حاجه ونجي نحطها لكم، لا، هادشي كلشي كنجربو. هادشي خواتاتي شي حوايج لي انا كما قلت لكم مجربها ومعاودة مجربها وعندي درايه عليها، داكشي علاش كنبغي نشارك معكم هاد الحوايج كاملين.
وان شاء الله خذوا نتوما يعني المفيد اللي بغيتوه من هذه القناه، كما قلت لكم هي متنوعه، خذوا فيها المفيد. ودابا نخليكم مع مثال الاطباق، مثلا اللي ما بغاش يدير بحال هذا الاكل تقدروا ديروا الدجاج هكا مع سلاده او لا خضر كما هكا. هاد الخضر كلها زوينه بزاف لنقص الوزن. بالنسبه للسلطه حتى هي. وهذا الطبق الاخير اللي ما بغاش ياخذ الشوفان مع البيض. ودابا خواتاتي غادي ندوزوا للوجبه الثانيه او السناك كما يعني كما بغيتوا تسميوه. هنايا عندي الشاي الاخضر وعندي هذا البسكوي ريجيم. بالنسبه للناس ديال اوروبا انا خديت هاد الماركه بالفيتا. بالنسبه للناس ديال المغرب كاين واحد البسكوي سميتو ديجيستيف، هذا هو الاسم ديالو، يعني تقريبا نفس المكونات، فيه الشوفان، فيه مواد اللي هي زوينه وما كيزيدش في الوزن، وفي سعرات حراريه اللي هي قليله بزاف. تقدروا تاخذوا اتاي او لا قهوه او لا يعني اي حاجه بغيتوها نتوما، اي واي حاجه متوفره عندكم. كما كنقول لكم ديما ما تبقاوش يعني انكم تشوفوا الريجيم كما هو، طبقوا يعني كما هو، شوفوا الحوايج اللي هي متاحه عندكم، ديما استبدلوا، ديما بدلوا حاجه بحاجه. مثلا ما عندكمش هذا البسكويت المتوفر واخا ما تاخذوش، مثلا خذوا غير اتاي ولا قهوه، وخذوا مثلا طرف صغير ديال الشوكولا السوداء. ومن بعد غادي نزيدوا الفواكه، ولكن هنا عندكم الحق في جوج ديال حبات ديال التفاح، او تقدروا ديروا يعني تفاحه واحده وواحد البرتقاله، او ديروا مثلا برتقاله واحده او جوج صغار. يعني كما تنقول لكم دائما استبدلوا بداكشي اللي متوفر عندكم في الدار، اي حاجه متوفره عندكم في الدار ديروها، حيتاش الفواكه من غير العنب و يعني المانغ الموز بحال هاد الحوايج فيهم سعرات حراريه اللي شويه كثيره، ولكن في الصيام ضروري اننا ناخذ واحد بنانه ضروري، حيت كتمد الجسم بالطاقه وفيها المغنيسيوم، فيها بزاف ديال الفيتامينات. يعني يا اما خذوها في الفطور او لا خذوها يعني من بعد الفطور او لا خذوها في السحور، ضروري وحده في النهار. وانا كنصح انكم تاخذوها في السحور باش تخليكم ديما يعني شبعانين نهار كامل، وتخلي عندكم واحد الطاقه. دابا خواتاتي غادي نجيو لاخر وجبه اللي هي السحور. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتسحروا، الا ما بغيتوش تسحروا يعني بلاش البرنامج راه كافي. هنايا عندنا توست وحده زائد فرماجه، اولا ديروا ملعقه صغيره ديال زيت الزيتون زائد كاس ديال الحليب، يكون اما خالي الدسم اولا يعني قليل الدسم، وانا ديما كنصح قليل الدسم حيت الدهنيات حتى هي كتكون نافعه للجسم. ما يمكنش حنا نقطعوا كلشي، نقطعوا السكر نقطعوا الدهنيات، ما يمكنش، ضروري الجسم كيبغي شويه ديال الدهنيات باش يستافد منها، يعني دهنيات اللي هي نافعه. زائد واحد الموزه كما قلت لكم بنان ضروري في الصيام او لا بلا صيام، ضروري خاص الانسان ياخذ بنانه في اليوم او لا نص وحده في اليوم. وعاد الصيام يعني جسم كيكون ما كتكونش فيه طاقه، ضروري تاخذوا البنان باش يعطيكم الطاقه وما تحسوش بالجوع نهار كامل. حاجه اخرى خواتاتي قبل ما نسالي الفيديو، ضروري ما تشربوا الماء ثم الماء ثم الماء، حاولوا انكم تشربوا الماء، يعني ما كيكونش بزاف ديال الوقت ما بين يعني الفطور وما بين الوقت اللي غتمشيو تنعسوا، ولكن حاولوا انكم تشربوا واخا غير ثلاثه الكيسان ديال الماء. زائد اللي بغى يدير مشروبات مثلا يدير نافع او لا يشرب يعني البابونج او لا ياخذ اللويزه، بحال هاد الحوايج هما زوينين بزاف، ولكن ورا الفطور. وخليو ما بين الفطور والوجبه الثانيه مده ديال ساعه حتى ساعه ونص اولا يعني جوج سوايع، على حسب الوقت اللي نتوما كيأذن عندكم المغرب كيف ما قلت لكم، والوقت اللي غادي تمشيو تنعسوا. يعني انا ما عارفاش كل بلد كاين بزاف ديال البنات ما شاء الله من بزاف ديال البلدان في العالم، كل وحده معايش كيأذن عندهم المغرب، داكشي علاش كنقول ديما مشيو على النمط ديالكم وعلى الحياه ديالكم نتوما كيف ما غاديين فيها.
صافي خواتاتي، وصلنا لاخر الفيديو. كنتمنى انني نكون شرحت لكم مزيان وانني وصلت لكم الفكره كلها. شكرا لكم كاملين، وكنتمنى ان شاء الله التعليق ديالكم. درت واحد الجروب فيسبوك بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا حميه غذائيه، غادي نخليه لكم في لاباغ دانفو الا بغيتوا دخلوا ليه ان شاء الله. وشكرا لكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. السلام عليكم.